والآن مع أجواء الشعر الولائي ومداح آل البيت ملا كاظم الخفاجي فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. أهنئكم ونفسي بهذه الولادة العطرة، ألا وهي ذكرى ولادة الإمام، روحي له الفداء محمد الجواد. لذكره صلوا على محمد وآل محمد. في مولد النور الشريف الأزهري، اقطع أبو مصطفى اقطع، أبو عزرائيل يقول اقطع. في مولد النور الشريف الأزهري، في مولد النور، في مولد النور الشريف الأزهري، قوموا وحيوا للإمام الحاضر. هنوا شوقا في صلاة عالية، هنوا شوقا في صلاة عالية، سروا إماما يا له من صابري، غنوا شعرا واطربوا للمولد يا يابا، غنوا شعرا واطربوا للمولد. جاء إلى الدنيا، جاء إلى الدنيا سليل، سليل الطاهرين. هذه هي المقدمة إلى ذرية الزهراء سيد عقيل الرفاعي. تحتفل كل العباد اليوم ميلاد الجواد، تحتفل كل العباد اليوم سيد سعيد الصافي يقول، تحتفل كل العباد اليوم ميلاد الجواد، تحتفل هلا هي تحتفل كل العباد، عف هذا بيدك الموبايل عف، تحتفل كل العباد اليوم ميلاد الجواد. خفاجه خفاجه هلا هل وينكم؟ هي تحتفل كل العباد اليوم ميلاد الجواد، تحتفل مثل هاي الليلة واجب نحتفل والهم يزول، مثل هاي الليلة واجب نحتفل والهم يزول، نبعث الحب والتهان للنبي الهادي الرسول، نبعث الحب والتهان للنبي الهادي الرسول، نبارك الحر الشريف فاطمة الزهرة البتول، نبارك الحر الشريف فاطمة الزهرة البتول، نسأل الباري السداد اليوم ميلاد الجواد، نسأل الباري السداد اليوم ميلاد الجواد. هلا تحتفل كل العباد اليوم ميلاد الجواد، اي تحتفل كل العباد اليوم ميلاد الجواد،
اي مثل هاي الليله واجب نحتفل والهم يزول، مثل هاي الليله واجب نحتفل والهم يزول، نبعث الحب والتهان للنبي الهادي الرسول، نبارك الحر الشريف فاطمه الزهراء البتول، نسال الباري السداد اليوم ميلاد الجواد، نسال الباري الجواد اليوم نحتفل كل العباد اليوم، نحتفل كل العباد اليوم تحتفل كل العباد احلى ايات التهاني الليله نبعث للرضا، احلى ايات التهاني الليله نبعث للرضا، مولد ابن اللي تميز بالعلم والموعظه، هالحفل تعبير صادق عن ولا الرافضه، هالحفل تعبير صادق عن ولا الرافضه، هذا اعظم اعتقاد اليوم ميلاد الجواد، هذا اعظم اعتقاد اليوم، تحتفل تحتفل كل العباد اليوم، هلا تحتفل كل العباد تحتفل من زغر سن ابو الهادي اخذ اعظم منزله، من زغر سن ابو الهادي اخذ اعظم منزله، كان عشر سنين كان عشر سنين عمره ويحل اصعب مساله، خيرة اصحاب المجالس بالفضل شهدت اله، خيرة اصحاب المجالس بالفضل شهدت اله، يهدي للحق والرشاد اليوم ميلاد الجواد، يهدي للحق والرشاد اليوم، تحتفل تحتفل كل العباد اليوم تحتفل صورته صورة محمد جيد، ايه صورته صورة محمد جد سيد الكائنات، صورته صورة محمد جد سيد الكائنات، والبلاغة حيدرية من الرضا يحمل صفات، يشبه الصادق بصدر بالعلم، يشبه الصادق بصبره بالعلم، قضى الحياة بالثبات وبالجهاد اليوم ميلاد الجهاد، تحتفل كل العباد اليوم هلا تحتفل كل العباد اليوم ميلاد الجهاد، ايه تحتفل كل العباد اليوم، تحتفل كل العباد اليوم، سنة 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 شكثر شهدت بحق كتب، شكثر شهدت بحق كتب، سنة الجواد الكل زمان الجود، سنة تاج الإمامة بزغر سنة، ومن جعفر الصادق بي بي سجية، خادم شكثر شهدت بحق كتب، اي يا يابا يا يابا شكثر اش كثر شهدت بحق كتب، سن الجواد الكل زمان الجود، سن لبس تاج الإمامة بزغور، سن ومن جعفر الصادق بيه بي الشجية، والسايل جيتك يا الجواد عتيب، ايه
جيتك يل جواد اعتب وسايل ودمعي من دمى يجري والله وسايل ما ظلت بعد عندي يا سيد كرر بعد عيني ما ظلت والله بعد عندي وسائل الوسيل انتم الرب البرية وصمت وصمت خادم خادم على صبري بعد عيني بعد عيني جدك هو جدك اجيتك يا الجواد اعتب وسايل ودمعي من دمى يجري وسايل ما ظلت بعد عندي وسايل الوسيل انتم الرب البرية اللهم صل على محمد وآل محمد قلبي بحبك بصوته وصمت علي النصبك طه وصينت اي والله وصمت قلبي بحبك بصوته وصمت علي النصبك طه وصمت عمر كان صليته والله عمر كان صليته وصمت بغير هواك ما يشفى عيني خادم خادم قلبي 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 أنا قلبي بحبك بصوته والله يحبك بصوته وصمت علي النصبك طه وصمت يا عمر جان صليته وصمت بغير هواك ما يشفع لا والله إلي يا شنو من علينا صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من علينا من علينا من علينا بعطيت البارح حيدر بعطيت البارح حيدر من علينا علينا وغاض اللي ضد من علينا عزتنا وشرفنا من علينا تاج الروس حماي حماي الحمية ما نخشى القيامة وعلي والينا ما نخشى القيامة ما نخشى القيامة وعلي والينا ما نخشى القيامة هذا اي ما نخشى القيامة وعلي والينا ما نخشى القيامة صوب النار لما ننظر شوية صوب النار لما ننظر شوية نلقى معلق خشم الوهابية نالت من دجلها صفر من مية نالت من دجل صفر من مية ولينقذ المبغض بالحشر وينه وما نخشى القيامة اي ما نخشى القيامة اي ما نخشى القيامة وعلي والينا ما نخشى القيامة علي والينا
أي صوب النار لما ننظر شوية، صوب النار لما ننظر شوية، نلقى معلق خشوم الوهابية، نالت من دجله صفر من مية، نالت من دجلها هالهولة سمعوني هالهولة اي نالت من دجل اي ابو سيد مك الحلو هنا على راسي هلا، نالت من دجلها صفر من مية، ولينقذ المبغض بالحشر وينه، ما نخشى القيامة هلا بخفاج، ما نخشى القيامة، يقد الناصبي من دجل فتواته، دور منقذه ويفر بذاناته، يغد الناصبي من دجل فتواته، دور منقذه ويفر بذاناته، شيفيده يزيد ولد خالاته، شيفيده يزيد ولد اي شيفيده يزيد ولد هذا حق جزات الما رحم بينا، ما نخشى القيامة اي ما نخشى القيامة، احنا اتباع اعظم مذهب انتبعه، مو اتباع اهل الفتنة والبدعة، اصل الدين آل المصطفى وفرعه، اصل الدين وبدفتر الزهرة كل أسامينا، ما نخشى القيامة اي ما نخشى القيامة، جينا لمولدك مولاي وبلهفة تعنينا، والله جينا لمولدك مولاي وبلهفة تعنينا، يا باب المراد اليوم جبنا كل أمانينا، قصدناك بأمل واشواق وبميلادك تهانينا، ومحتار الدنيا بأفكار محتار الدنيا هلا وين هل مرتضى وين وينك يا باب المراد اليوم جينا بكل حوائجنا، يلي بمنهل اجدادك تربينا وتدرجنا، يالقبرك ملاذ الناس قبرك روضة الجنة، فرحان الزهرة والله فرحان الزهرة بميلاده، فرحان الزهرة اي فرحان الزهرة هلا 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 حي الله الخفاجي مرتضى اي فرحان الزهرة بميلاده، فرحان الزهرة هذا بيت الدعاء، يا ابن حيدر يا باب الجود بيك الخلق فرحانين، يا ابن فاطم يا ابو الطيبات حقنا لون مشغوفين، نهن امك الزهرة ونهني والد السبطين، ومبروك مبروك يا حماي الحمى مبروك هلا، انزف التهاني لعلي وفاطمة مبروك مبروك يا حم اي مبروك مبروك، انزف التهاني لعلي والفاطمة مبروك مبروك يا حماي الحمى. نسيت ابو حسنين اليوم عيد ميلاده، ها نهني ابو حسنين بعيد ميلاده، هم اليوم يصادف صار عمره 25 ربيع. وجه الكلام بعد واحدة بعد واحدة بعد ما دام الكاميرا عليك، بس سوي زوم زوم على ابو حسنين بعد صلى على محمد وآل محمد قاعدين.
براسه. زين زين تصادف هذه الليلة ولادة عبد الله الرضيع سلام الله عليه، قصيدة عن ولادتي عبد الله الرضيع يلقيها عليكم سيد محمد الحلو، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. على حب عبد الله الرضيع، رضيع كربلاء، صل على محمد وآل محمد. قصيدة قاعديها ما راح أطول عليكم، احمى الله والديك. تقول القصيدة المستهل: أيا قدس السماء ومصدر الإباء وعطر كربلاء، أيا عبد الله. أيا قدس السماء ومصدر الإباء وعطر كربلاء، أيا عبد الله. أيا إيدك قاعدية. أيا قدس السماء ومصدر الإباء وعطر كربلاء، أيا عبد الله. أيا 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 قدس السماء ومصدر ما سقوا ماي وعطر كربلاء، أيا أيا قدس السماء يشوفك عبد الله ومصدر الإباء كربلاء، أيا أيا قدس السماء ومصدر الإباء وعطر كربلاء، أيا عبد الله. أيا الرسول بمولدك بشر وبمولدك هالكون أزهر، يا ابو الضحكات يا ابو البسماش محلاتك من تتبختر، كاروكك عرش جبريل هدية لوالدك انطاها، والله بهالعرش زارع ملائك من زمن طاها، شرفك ربك بالحنان وخلاك من باب الأمان، ومن كمال أنوار الجنان بيك نتباهى عليها، بيك نتباهى عليها. سلام الله عليك عبدكم بين يديك، سلام الله عليك عبدكم بين يديك، أسير ويرتجيك أيا عبد كلبكم. سلام الله عليك كلبكم بين يديك، أسير ويرتجيك أيا أيا قدس السماء، أيا قدس السماء ومصدر فدى الحسين وهو بالبهد حطر كربلاء، يا عبد الله. يا يا قدس السماء ومصدر الإباء وحطر كربلاء، يا يا وجهك وجه الله وبيك نتقرب يا الله بحق علي الأصغر، وجهك وجه الله وبيك نتقرب، كراماته من بحر جودك تتسرب، رضيع وبالمهد رحمات الله عليك تنصب صب، جمالك من عمك العباس ونورك من عليل أكبر، ريحك من جنح جبريل تتعطر، وهيكلك هيكل التوحيد بل أكثر، ريحك من جنح جبريل وهيكلك هيكل التوحيد بل أكثر، أسير في هواك
أسير في حواك أمير في علاك أيا رب الجمال أيا عبد الله أيا آه أسير في هواك أمير في علاك أيا رب الجمال أيا مو يقولون عيسى جميل عبد الله رضيع بل أجمل أسير في هواك أمير في علاك أيا رب الجمال أيا عبد الله أيا أيا قدس السماء أيا قدس السماء ومصدر الإباء وحضر كربلاء أيا عبد الله أيا إلى خادمكم عزيزي رباب اليوم فرحانة بيت الدعاء رباب اليوم فرحانة وطشت الشكليت وصار أبو فاضل وعمك صار شاعر وهم كتب لك بيت رباب اليوم فرحانة وطشت الشكليات وعمك صار شاعر وهم كتب لك بيت يوصف به قدسك يا محور الأفلاك يوصف به قدسك يا محور الأفلاك ومن جمالك حارة الحور والأملاك يا معدن الرحمة أريد بيوم ألقاك شو وقت سيدي وصيرا خادم سيدي الشسع نعلاك أهنئ الحسين أهنئ الحسين أمير الفرقدين وروح الله الأمين أيا عبد الله أيا حسين أهنئ الحسين أمير الفرقدين وروحه الأمين أيا عبد الله أيا أيا قدس الله أيا قدس السماء ومصدر الإباء وعطر كربلاء أيا عبد الله أعيد معي أيا قدس السماء ومصدر الإباء وعطر كربلاء أيا آه رباب اليوم فرحانة وطشت الشكليت وعمك صاير شاعر وهم كتب لك بيت يوصف به قدسك يا محور الأفلاك ومن جمالك حارة الحور والأملاك يا معدن الرحمة أريد بيوم ألقاك وصيراً خادم سيدي الشسع نعلاك أهنئ الحسين أمير الفرقدين وروحه الأمين أيا عبد الله آه أيا قدس السماء ومصدر وعطر كربلاء أيا عبد الله أيا أفلح من صلى على محمد وآل محمد طابت أنفاسك سيدنا جزاك الله خير بمناسبة حصول أبو حسنين وابن عمي على الجنسية تعال هنا حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا 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 لا
صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم الله، جزاكم الله خير. لقد أثبت التاريخ من خلال هذه الإمامة المباركة صحة ما تذهب إليه الشيعة الإمامية، كون الإمامة منصب إلهي يهبه الله لمن يشاء ممن جمع صفات الكمال في كل عصر. فقد تحدى الإمام الجواد عليه السلام على صغر سنه أكابر علماء عصره وعلاهم بحجته بما أظهره الله على يديه من معارف وعلوم أذعن لها علماء وحكام عصره. والآن مع الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة لسماحة الشيخ عباس الزيداوي، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.